ما خدتش حقي، ما خدتش حقي، غادي نتصدم، ما خدتش حقي. شنو هو هذا؟ هذه حقري هذه. بشحال من عام وانا كنت تحقر عباد الله، شحال من عام وانا كنت تحقر. مني كنت باقا صغيره مغتصبه وباقا لحد العار كنت تحقر. مولين محامي اختي سمى، ما عنديش انا محامي، عند الله، عند الله هو اللي احسن من المحامي، واحسن اي من واحد، احسن من اي واحد هو الله سبحانه وتعالى، عند الله. علاش انا ديما المظلوم؟ ومني كنت صغيره وانا كنت تحقر انا بزاف، مابقاش غنسكت. صافي اللي بغى يبقى يبقى، وديوني ديوني، شدوني ديوني انا ولادي، القم ناكل وكل شيء. اش كتسمى؟ حيت هو عندو الفلوس وكيبيع النفحه، وانا يا عندي الله، انا ما كنبيع لا نفحه لا والو، انا يا عندي الله. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا من أمام المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء عين سبع. دائما في إطار تتبعنا الملفات والقضايا الإنسانية والاجتماعية، معنا الأخت سمية. سمية اللي كانت أثارت جد جر يعني الفيديو ديالها أثار ضجة كبيرة، وهي كانت هربتي من شي وحدين كانوا تلقاو ليك وداوك لشي فيلا، ونقزات من تروازيام إيطاج وتسبب عليه هرس، ومن تما كاينه بغات تشوب وتبدل حياتها، وقالت نصيب وريقات لوليداتي، وليداتها اللي هي اصلا ديجا ملي كانت صغيره وكانت باقا قاصر، كيف شفتوا معنا في الفيديو السابق بانها كانت تغتصبت من طرف واحد كيكبرها بالسن وحبسها، وهذا الاغتصاب ادى عنه حمل. والدين ديالها ما قدروش يدويو، لان هو يا كان كيف كنقولوا بالعربيه بزناس، وكان معروف في الحومه بانه قبيح وتا واحد ما قدر عليه، وهي كانت باقا صغيره وقاصر فاستغلها. اليوم هي ملي عرفات وفاقت بالحقيقه بغات توقف على الحق ديالها، وهي كتابع الملف ديالها في المحكمه. اليوم كانت عندها الجلسه هي وياه، دازو وبغينا نعرفوا اشنو صرا من بعد الجلسه. السلام عليكم خوتي المغاربه. بعدا كان انا مشيت للدائره ديال ثلاثه، دائره ثلاثه هي اللي مني جا لعندهم، هو قدم راسه جا لعندهم شدوه جا قدم راسه على اي اساس؟ بعدا في الاول قدم راسه على اساس انا مديكلاريا بي على قبل كيتهجم عليا وكيتلقى ليا وكيهدد فيا، زائد تشوبت النسب، وعبس تشوبت النسب الوريقات، الوريقات الوليدات انا كيهموني الوريقات، انا مسامحه في حقي انا، وكان ولادي ما نسامحش في حقهم. دابا ملي جينا المحكمة، جيت المحكمة دخلت بحال هكا، هذا الرئيس ما دش معايا، يعني ما تقابلتش انا وياه، ما داروا لينا مواجهة، ما داروا لي حتى حاجة. صافي قال لي بقاي تسناي، غادي نعطيك ورقة باش دوزي في المحكمة. بقيت كنتسنى بحال هكا، نتسنى، كنصعب ما يعطوني ورقة باش ندوز في المحكمة، حيت هو غيدوز في المحكمة. بقيت نتسنات كنتفاجأ دايز بحال هكا، دايز خد الورقة وخرج بحالاتو. أنايا مديكلاريا بيه حيت هرس لي الماء ندير ما حالي، يعني تهجم عليك أباغ على ثبوت النسب، تهجم عليا، تهجم عليا وما خدتش حقي، ما خدتش حقي، ما خدتش حقي، غادي نتصدم، ما خدتش حقي. شنو هو هذا؟ هذه حقري هذه. بشحال من عام وأنا كنت تحقر عباد الله، شحال من عام وأنا كنت تحقر. مني كنت باقا صغيره مغتصبه وباغا لحد العار كنت تهكر. انا باغا حقي وحق ولادي، انا باغا حقي، حقي عباد الله، حقي، 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 انا باغا حقي، حقي، ما خدتش حقي، ما خدتش حقي، ما خدتش حقي، ما خدتش حقي، ما هضروش معايا، ما دش انا وياه، باغا حقي، انا باغا حقي. حاسه بيك، عارفه اشنو هسه؟ ان انسان يعني تعدى عليك، تعدى عليك، انت كنتي باقا قاصر، باقا ما عارفه والو. لكن مؤخرا انا ملي ديكلاريت بيه رس لي المولينيك صار لي نجيب لك البيكي ديالك.
والله حتى الحقره، والله حتى الحقره، حقره حقره تحقرت بزاف، ما بقيتش غنسكت، انا ما بقيتش غنسكت حيت تحقرت بزاف. انا جوا يمرس لي موليني كثير، ما عنديش انا محامي، عند الله، عند الله هو اللي احسن من المحامي، واحسن اي من واحد، احسن من اي واحد هو الله سبحانه وتعالى، عند الله. بقاو لي بقيت مليوحه، وفي الاخر خرجوها شي بغا نتصدوا ويرس لي ماكينه ديال الصابون موني نيكس عند الفيديوهات. خليتو بواحد الناس الاغتصاب ملي كنتي صغيره، وهداك الشيء تحقرتي لانه دخل عليك وضربك، دابا ما كتحسيش بالحق. دخل عليا وكنت الجمع كيجرني شحال من خطره صحه، ودابا حسيت براسي محقوره بزاف، محقوره اجي شنو محقوره محقوره، واكثر يميني ما داروا معايا والو، جبدوا لي قال لك سميتو تا النار، سميتو دوزي تيويا في القاعه وخرجوا، واش مارس لي امي يعني هادشي كامل، وقال لك تدوزي تيويا في القاعه يلا وخرجوا. انت باقا كتحسي بالامان في هذيك الدار؟ ما كنحسش بالامان، يقدر شي نهار يلوح ليا كما فايت مشعل عليا العافيه، يقدر شي نهار عاوتاني نكون ناس انا ولادي تيلو عليا العافيه كما فايت لها عاليه، مشى على عدي وعدي الوراق وعدي الدليل، عدي عدي الدليل، انا اللي حماره سمحت ليه نقول ليه نصيب الوراق وسمحت ليه في العافيه، كون عرفتو ما غيصيبش ليا الوراق ديال ولادي ما نسمحش ليه في العافيه، ما نسمحش ليه، ما نسمحش ليه. امام الرئيس او وكيل الملك شنو كان الجواب؟ ما دازت ما شفتش انا، لا ما شفته، ما تقابلتش انا وياه، حيت هو خاصني نتقابل انا وياه، ما دازت والو، ما دازت 43 بعدا كان داروا ثلاثة سميتو ثلاثة الدائرة ثلاثة بعدا كان جابوا لهنايا، أنا باش ندوز معاه خاصني ضروري ندوز أنا ويا عند الواكل، أنا ما دازت مع الواكل، ما دازش، هو اللي داز بوحدو، ما دازش، علاش ما ناخذش حقي؟ علاش؟ علاش أنا ديما مظلومة؟ ملي كنت صغيرة وأنا كنتحقر راه بزاف، ما بقيتش غنسكت، صافي اللي بغا يبقى يبقى، وديوني ديوني شدوني، ديوني أنا ولادي نلقى منا ناكل وكل شيء، أنا تحقرت بزاف، تحقرت، حقروني حقروني بزاف، تحقرت، باغا حقي أنا، باغا حقي، باغا حقي، ما كنطلب حتى حاجة، كنطلب حقي، كنطلب حقي، واش ما كنطلبش حقي؟ ماشي حقي هذاك؟ ما يتج ما يضربنيش وما يهرش لي أمي. وما ذكرت التعدو على مسك الغير عاد باش انه ضربك عاد انه عدي الفيديوهات، عدي الفيديوهات، عدي الفيديوهات، هيا مؤخرا عدي الفيديوهات. واش بغيت نعرف واش اللي ما عندوش فلوس محامي ما يقدرش يدافع على راسه ياخذ حقه؟ هاد السيده هادي ما عندها شي واحد من هنا كنوجه تحقر لك اختك، تافو باردين كيتحقر. اليوم كون كان عندك محامي كان غادي يكون حاجه اخرى، والهضره حاجه اخرى، ولكن عند الله، الله سبحانه وتعالى، انا كنطالب من هذاك السيد ما يتبقاش يتعدى عليا، ما بقاش يجي لمحالي وصايب لي الوريقات لوليداتي، هذاك مول النفحه. طلبي راه بزز منه، لان انا 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 دابا حنا امام المحكمه، ما انا حسيت بك وكنت ندير راسي في بلاصتك، انا مراه كيف ما انت يا مراه، كيفاش انا ساكنه جالسه في محالي غيتعدى عليا واحد ويتهجم عليا يدخل عليا لداري، كاينين الشهود وتشد متلبس وما فهمش، وفي الاخر البوليس ياك هما اللي جابوه، وجايب من طرف البوليس ومن اخير كيدوز تدوزي انت وياه؟ ما دازتش انا وياه والو، لا داز اليوم وانت تيدزتي غير ما تواجهت، ما تواجهناش انا، ما دزت انا غير دخلت جايبين البوليس، انا غير دخلت، ما دزت ما دزت، ما تقابلت معاه، ما دزت ما حتى حاجه، يعني تحقرت بقيت مليوحه بحال الكلبه، بقيت مليوحه بحال الكلبه تما كاين، حتى الاخر حتى واحد ما دوى معاك والو. من دخلت عند الواكيل قال لي تي السوميه فلانه، قلت لي ايه، قال لي تي اللي مدايه على راجلك على قبل الوراق، قلت لي ايه، ولكن انا ما حاطاش غير الوراق، ما حاطيتها تهجم لي، تهجم عليا الايامات اللي هرس لي الماكينه ديال الصابون، وانا كان عندي الماكينه ديال الصابون وموني نكس امي عينات كاملين تهرسوا، وعدي الفيديوهات وعدي الدالي، ماشي غير ماكينه الصابون وتهرسوا، راه حياتك هذه خرج عليها، وحياتي اصلا تهرسات، حياتي كامله تهرسات، دابا انا ما بقاش كيهمني حياتي، انا وليت كيهمونا ولادي، ما بقاش قاده نجلس في هذاك البيت اللي عندي، هذاك البراكه ما بقاش قاده، حيت ناسه ودماغي ماشي، دابا ناسه ناسه حاضيه معاه. اش كنتي كتوقعي اليوم زعما؟ اش كنتي؟ كنت كنتوقع بلا كذوب بلا والو، كنت كنتوقع باغي ناخذ حقي، غادي لي الوراق وغادي معايا التزام مع الواكيل، ما يبقاش ياديني، ونجلس مع حالي مرتاحه، هذاك البيت هذيك البراكه نجلس فيها مرتاحه، ولكن هذاك الشيء كامل ما وقعش، ما وقعش، انا غنتفرقع بزاف. سالتك المسؤولين اليوم اختي سميه، بغيت انا شي مسؤول ولا شي محامي يوقف معايا، يوقف معايا شي محامي ولا شي مسؤول،
ما كاينش والو والو والو، انا بقيت ضحيه انا، واش انا تكرفس مني كالصغيره تعدى عليا وكبرت وباقي هز الدراري، انا اللي كنصير عليهم انا اللي كنوكلهم، وكبرت وباقي لحد الدراري بنت عندها 16 عام والدري عنده 11 عام، وباقي لحد الان باغي لا يصيب لا وراق والو، كيتهجم عليا اش كتسمى، حيت هو عنده الفلوس وكيبيع النفحه، وانا يا عندي الله انا ما كنبيع لا نفحه لا والو، انا يا عندي الله ان شاء الله مغاربه غادي نوقفوا معك كاملين، حنا كاملين غادي نوقفوا معك، ما غاديش نبقاو غير هنايا، غنتبعوا معك القصه ديالك. كنتمنى شي محامي يدخل على الخط او شي جمعيه حقوقيه تهتم بامور المراه في وضعيه صعبه انها توقف معها وتوكل لها محامي باش تقدر تاخذ الحق ديالها. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو، كانت معكم مريم فسحي خلف الكاميرا، حمزه بوقنادل لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.